كرة تلعب على طول إلتون يحاول يعدي تنقل عرضية تلعب جول هدف ثاني من دوريس هدف ثاني من دوريس يسجل الهدف الثاني للفريق الفتحاوي هدف فتحاوي ثاني فرحة موجودة في المدرجات لهدف دوريس سلمو يسجل هدف ثاني في خلال دقيقة يسجل الفريق الفتحاوي الهدف الثاني وبالتالي يضع الفتح في هدفين يتقدم الفتح الآن بهدفين مقابل لا شيء للفريق العروبة الفرحة موجودة بتقدم الفتح بهدفين إلى الآن شوف العرضية الجميلة جدا من دوريس من إلتون جوسيه ويسجل دوريس سلمو الهدف الثاني هذا إلتون والرأسية الجميلة كانت والم